إلى موضوعنا الرئيسي لليوم، نطرح فيه نظام الكفالة في العراق الذي فرض مؤخرا على النازحين من الشمال إلى الجنوب، وذلك على الرغم من معارضة عدد كبير من القبائل الجنوبية له. إجراء ليس جديدا على المجتمع العراقي، فقد اعتمد قبل سنوات في بغداد وفي كردستان. يشترط على النازح من الشمال إحضار كفيل من أبناء المحافظات الجنوبية حتى لو كانت زيارته تقتصر على الجانب العائلي. نظام الكفيل يثير اليوم امتعاضا واسعا في البلاد، والعديد من الجهات حثرت من تداعياته على التمسك الاجتماعي. نحاول فهم ملابساته، الجهات التي تقف خلفه، أين وكيف بالتحديد يعمل به اليوم، لكن بعد متابعة التقرير التالي. غربة جديدة يعيشها العراقيون، هذه المرة داخل وطنهم. نظام الكفيل يظهر مرة أخرى بعد أن بدأ في العاصمة بغداد منذ سنوات، انتقل الآن إلى جنوبي العراق. ورغم معارضة العشرات من القبائل العربية في الجنوب لهذا النظام الذي يعدونه عنصريا، إلا أن قوى أمن سياسية تفرض على المواطنين القادمين من الشمال مهما كان ظرفهم إحضار كفيل من أبناء المحافظة بأوراق ثبوتية وتعهد خطي، حتى لو كان على مستوى زيارة عائلية. على الرغم من أن نظام الكفيل يخالف القانون الذي يمنح العراقية حرية التنقل والإقامة دون قيد أو شرط في مختلف مدن العراق، قوى الأمن بررت هذا الإجراء بخوفها من تسلل عناصر تنظيم الدولة بين المواطنين إلى المحافظات، إلا أن مسؤولي أمن في محافظة ذي قار بالجنوب أكدوا أن القرار كان ارتجاليا فرض من حكومة ذي قار على الأجهزة الأمنية، محذرين من خطورة هكذا إجراءات على التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد. العراقيون الذين مزقت الحروب الطويلة مدنهم وهربوا بحثا عن الأمان هم أمام مواجهة من نوع آخر بعد أن قست قلوب إخوانهم عليهم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الشيخ درغام المالكي، وهو شيخ عموم قبيلة بني مالك في البصرة. أهلا وسهلا بك. نتحدث عن هذا النظام، نظام الكفيل يفرض من جديد في بعض المحافظات الجنوبية. بداية، أنتم كقبائل عربية في الجنوب ما موقفكم منه؟ سيد درغام، هل تستمع إلي؟ إذا تقصدين سيد درغام، أنا أستاذ أمير الدعمي، خبير قانوني ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك. للتصحيح. طيب، أهلا وسهلا بك. يعني بصفة، أهلا وسهلا. يعني هنا تغير الحال، يعني بصفتك محام وخبير قانوني، كيف ينظر إلى هذا النظام، نظام الكفيل، من الناحية القانونية؟ هل هو بالفعل مخالف للدستور العراقي كما تقول العديد من الجهات؟ نعم، تحياتي سيدتي الكريمة ولمشاهدي قناة أهلا. العربي. يعني لو تمعنا بالدستور و يعني تمعنا جيدا بفقراته لوجدنا ان الدستور نص على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ما ورد بمواد الدستور، كذلك لا يجوز، ورد في الماده 13 انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور وان كان قانون اصدرته الاقاليم او نص بقانون اخر من الاقليم، ان كان دستور الاقليم او غير دستور الاقليم، لا يجوز سنه ويتعارض مع القانون العام. وفي المادة 23 كفلت هذه المادة للعراقي حرية التنقل وحرية يعني التنقل وحرية الانتقال إلى أي محافظة بدون قيد أو شرط أو كفيل أو ما غير ذلك، لكن المتعارف عليه ما بعد 2003 وهي الثانية التي عمل بها في إقليم كردستان وفي شمال العراق، بدأت هذه الكفالة أو هذا الموضوع بدأ من إقليم كردستان في مناطق الإقليم شمال العراق اللي هي سليمانية، أربيل، دهوك، أنه لا يسمح بدخول العراقي العربي إلى مناطق الإقليم إلا بوجود كفيل من داخل الإقليم ومحافظات الإقليم بالذات أربيل وسليمانية ودهوك. وبالتالي تم الانتقال في مراحل لاحقة
إلى موضوع آخر اللي هو في جنوب العراق وخصوصا في محافظة يعني ذي قار الناصرية، عمل بهذا الموضوع وهو مخالف قانونيا ودستوريا إلى الدستور العراقي. طيب وبالتالي هذا العرف اليوم أصبح أقوى من القانون. طيب نعم، يعني هو عرف كما تقول. أوضح لنا لو سمحت حتى نفهم الصورة بشكل أوضح، ما هي الآلية وكيف تتبع داخليا في العراق؟ يعني كيف يتم توزيع الأدوار سياسيا وأمنيا واجتماعيا عندما يتم تطبيق هذا العرف كما وصفته؟ بالمناسبة يعني للتوضيح أكثر، أنه ليس فقط أنه أصبح الكفيل هو النظام القائم في إقليم كردستان، لا، أصبح جباية الضرائب، أنه ما ممكن أي عراقي أن يدخل لإقليم كردستان إلا ما يفرض عليه رسوم للدخول، وهو مبلغ قد يكون يعني مبلغ بسيط 10,000 دينار أو أكثر مع العجلة التي يعني يستقلها أكثر قد يكون، لكن حتى هذا هو خلاف للدستور على اعتبار أن الدستور في المادة 28 نص على أن جباية الضرائب وأي أموال أخرى يجب أن تسن بقانون من قبل وتقرر من قبل البرلمان. هذا ما حصل في إقليم كردستان والذي انتقل به العدوى عرفا إلى محافظات الجنوب وخصوصا ذي قار. وأنا كمحامي في عام 2017 كانت لي زيارة إلى ذي قار بحكم عملي كمحامي بمرافعة قانونية أمام محاكم ذي قار، لم أستطع الدخول إلى محافظة ذي قار إلا بوجود الكفيل. تفاجأت بهذا الموضوع مع العلم أني محامي ويكفي لي القانون أن أحضر جميع محاكم العراق، وتأخرت أكثر من ساعتين في مدخل محافظة ذي قار على اعتبار أنه يجب أن أوفر الكفيل حتى أدخل إلى محافظة ذي قار لأمارس عملي، فما بالك بالمواطن البسيط. هذا الضعف بتطبيق القانون تتحمل الدولة. إيه بس نحن لو عم نحكي سيد أمير، يعني بس افهم منك متى حصل ذلك معك؟ نعم، متى حصلت هذه الحادثة معك؟ تأخر دخولك هذه في عام 2017. اليوم نحن اليوم نطرح هذا الموضوع من جديد، ما الذي تغير؟ هل تم تشديد نظام الكفيل في المحافظات الجنوبية؟ وهل فقط محافظة ذي قار هي المعنية به، أم أن هناك محافظات جنوبية أخرى أيضا تتبع هذا النظام؟ على حد علمي وأنا شبه متيقن من هذا الموضوع أنه فقط محافظة ذي قار هي من سنت هذه الثانية أسوة بمحافظات إقليم كردستان، أربيل وسليمانية وإدهوك، لكن عمل بهذا أيضا في بغداد في فترة نزوح أهالي محافظة الأنبار في فترة دخول داعش على جسر بزيبز، أيضا كان هناك عدم الدخول لأهالي محافظة الأنبار إلى بغداد إلا بوجود الكفيل، وهو ما سبب بكارثة إنسانية في ذلك الوقت. هذا يؤدي يعني هذا العرف الذي أصبح اليوم شبه قانون أو أقوى من الدستور والقانون، هو يشير إلى ضعف الدولة بفرض قانونها ودستورها اتجاه الأعراف التي قد تسن من قبل مجالس المحافظات أو من قبل الأقاليم، وبالتالي من يتحمل هذا العبء هي حكومة المركز، الحكومة الاتحادية، بضرورة الانتباه إلى أن هذا الموضوع هو غير قانوني وغير دستوري، وقد يتسبب بتفكك المجتمع العراقي على اعتبار أنه يميز بين هذا المواطن وذاك المواطن خلافا للدستور العراقي الذي يوحد المواطنين بجنسيتهم وعراقيتهم. طيب سيد أمير، يعني أنت تشير إلى العرف وإلى قوة هذا العرف التي باتت تتخطى القانون أو الدستور العراقي، يعني لابد أن هناك جهة أو جهات معينة قوية هي التي تتحكم بمسار الأمور في البلاد. وعندما نتحدث عن نظام الكفيل دائما نتحدث عن جهات وكأن هناك غموض يخيم على الجهة التي تقف وراء نظام الكفيل. من هي هذه الجهات؟ يعني هل من الممكن أنه قرار بهذا الحجم يؤثر على جميع المواطنين؟ لا نعرف بشكل رسمي من هي الجهة التي تقف خلفه؟ سيدتي الكريمة، ما بعد 2003 يعني كان قرارات إقليم كردستان أو ما بعدها قرارات مجلس محافظات مثل محافظة ذي قار بمجلسها أو بقرار إدارتها كمحافظة، سكوت المركز عن هذه القرارات أصبح هو العرف المتداول والذي هو أقوى من القانون. بس من لو كان المركز القرار أو حكومة الاتحادية تتخذ القرارات من قبل حكومة الإقليم، إقليم كردستان اتخذت هذه القرارات بأن تفرض على المواطن العراقي العربي كفيل
مع فرض ضريبة لدخول لمحافظات الإقليم، وهذا خلافا للدستور وخلافا للقانون. وفي الجنوب مجالس المحافظة، مجلس محافظة ذي قار ومحافظة ذي قار بالذات بمحافظة هي من أصدرت القرار خلافا للدستور، وسكتت حكومة المركز عن الرد أو عن الامتناع من تطبيق أو محاسبة من أصدر هذا القرار، وبالتالي أصبح العرف هو أقوى من القانون والدستور. إذن من يتحمل هذه عواقب هذا القرار إن كان في إقليم كردستان أو في محافظة ذي قار هي حكومة الاتحادية، على اعتبار سكتت عن خطأ وخطأ فاضح للدستور العراقي وخرق للدستور العراقي بوحدة العراقيين بهذا الموضوع. والأكثر والأدهى من ذلك أن الحكومة الاتحادية طبقت هذا الموضوع على نازحي إقليم، على نازحي محافظة الأنبار عند دخول داعش إلى المحافظة بحجة الاحترازات الأمنية، وهو ما تسبب مثل ما بينت لك بكارثة إنسانية آنذاك. لذلك أنا أعتقد كل هذه القرارات وإن صدرت من مجلس محافظة وإن من إقليم كردستان تتحمل الحكومة الاتحادية على اعتبار أنها لم تطبق الدستور بحذافيرة وأنها سكتت عن خطأ وخرق دستوري. طيب تتحمل ذلك، وأنت تشير وتشدد على الجانب القانوني ومخالفة الدستور. هذا الجهد القانوني هل يمكن أن يعني يبدي بعض من النفع، أن يمارس ضغطا بالفعل على الحكومة الاتحادية في بغداد لكي تقوم بشيء ما، أم أنه سطوة أو هيمنة بعض الجهات السياسية كما يقول البعض هي بالنهاية من يحسم هذا الموضوع؟ يعني بالمناسبة بعد استفتاء 25 أيلول ما جرى في إقليم كردستان وبعد القرارات اللي أصدرها آنذاك السيد حيدر العبادي، يعني كان من جملة هذه القرارات هو يعني إسقاط هذا القرار بنظام الكفيل وإسقاط نظام الضريبة الذي فرضته إقليم كردستان. لكن هذا من جانب إقليم كردستان، لكن لم يصدر نفس القرار باتجاه محافظة ذي قار. وأنا بينت لحضرتك أنه كمحامي أنا وليس مواطن عادي كنت أمارس عملي كمحامي في محافظة ذي قار من بغداد إلى ذي قار، منعت من الدخول إلا بوجود كفيل، وبالتالي رجال القانون قبل أن يكون مواطن عادي هو منع من أداء عمله أنا ذاك إلا بحضور الكفيل. اليوم يقع على عاتق الحكومة، يعني حكومة السيد عادل عبد المهدي وهي لم تمضي عليها أيام، يعني يقع عليها أن تنتبه إلى هذا الخرق الدستوري وأن تطبق القانون بحذافيرة والدستور، وإلا يعني اختراق الدستور والسكوت عن اختراق الدستور تعتبر الحكومة شريكة بهذا الاختراق والحكومة شريكة بهذا الضعف بتطبيق القانون. مع العلم أنا أعتبر اليوم أن الدستور العراقي هو دستور انتقائي، ما ينتقيه السياسيين لمصالحهم هو بعيد عن مصلحة الشعب العراقي، وبالتالي اليوم الخرق الدستوري والانتقائية بالدستور هو ما يجعل الحكومة ضعيفة اتجاه تطبيق القانون بحذافيرة. نعم، ولكن سيد أمير يعني ما سألته قبل قليل ربما بطريقة غير مباشرة هو هل بالفعل الحكومة الاتحادية قادرة على التصدي لهذا القرار لو أرادت، خاصة أنه البعض يشير بالإصبع إلى جهات تابعة لإيران في الجنوب، يعني أركز على الجنوب في هذه النقطة، هي من يفرض هذا المنطق، منطق ميليشياوي سياسي بحسب البعض. بالمناسبة ما صدر في محافظة ذي قار وحسب علمي وعلمي شبه يقين أنه صدر من محافظة ميسان ذي قار بالذات. اليوم لو أتت يعني زرت أغلب محافظات الجنوب وأزور بحكم عملي لم أشاهد هذا الموضوع إلا في محافظة ذي قار، وبالتالي قد يكون مجلس محافظة ذي قار ومحافظة هو المسؤول المباشر عن خرق الدستور ومساءل أمام الشعب العراقي وأمام الحكومة الاتحادية والبرلمان. اليوم صمت البرلمان والحكومة عن باتجاه هذه القرارات قد يكون له تأثير سلبي على وحدة العراقيين. لذلك أنا أعتقد إن كان تأثير خارجي أو تأثير مثل ما بينتي حضرتك قد يكون يسبب ضعف الحكومة العراقية ويشير بموضع الخلل بالحكومة العراقية، وعلى السيد عادل عبد المهدي أن يذهب باتجاه أن يقوي الدستور وأن يفرض هيبة القانون اتجاه كل من يتعارض مع الدستور إذا كان فعلا يحاول أن يطبق الدستور والقانون. أما بخلاف ذلك سكوته يعتبر شريك إن كان البرلمان أو الحكومة الاتحادية باتخاذ مثل هذه القرارات. يعني أنا أعتقد اليوم السيد عادل عبد المهدي أمام الطريق مفتوح باتجاه الانتباه لهذه النقطة، لأن نقطة مهمة وحساسة اتجاه وحدة العراقيين، وإذا ما بقت بالسكوت الحكومة الاتحادية أعتقد أن باقي المحافظات ستأخذ بنفس الاتجاه وبنفس المنوال بأن تفرض كفيل على العراقيين بدخول المحافظات الأخرى. أشكرك جزيل الشكر الخبير القانوني والدستوري أمير الدعمي من بغداد على كل هذه الإيضاحات.
الآن نذهب إلى زميلة رانيا دريدي تطلعنا على بعض الجوانب القانونية لنظام الكفالة في العراق ونتابع الحديث بعده. يتداول مصطلح نظام الكفيل كثيرا في بعض دول الخليج العربي، وقد ظهر هذا النظام مع بدايات ظهور النفط، وهو نظام يضع المكفول تحت مسؤولية الكفيل. وقد وجد هذا النظام بالأساس لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج. لكن كيف بنظام الكفيل أن يطبق داخل البلد الواحد وبين مواطنيه ومحافظاته؟ نجد الإجابة والاستثناء في العراق، ولعل الظروف الأمنية والسياسية التي مر بها طيلة السنوات الماضية هي التي أوجدت أرضية لمثل هذا النظام. للمرة الأولى وبالتحديد عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003، فرضت سلطات إقليم كردستان العراق على المواطنين العراقيين من خارج الإقليم أن يجدوا لهم كفيلا من مواطنيه ليتسنى لهم دخول الإقليم، وهو ما انتشر الآن في بعض المناطق العراقية مع ارتفاع وتيرة النازحين الفارين. حالة إقليم كردستان العراق ليست الوحيدة في تطبيق نظام الكفالة، فبعد اجتياح تنظيم الدولة لمحافظات عراقية عدة ونزوح ملايين السكان من مناطق القتال، أقر رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي نظام الكفيل، ومنع عراقيون كثر على أساس هذا النظام من دخول عاصمة بلادهم بغداد أو أي مدينة أخرى تسيطر عليها الحكومة دون أن يكون هناك من يكفلهم ويضمنهم أمنيا، الأمر الذي أدى إلى وفاة العشرات من العراقيين في معابر الرزازة وأبو غريب وبيجي وغيرها دون أن يسمح لهم بالدخول. ويشهد العراق الآن مساعي سياسية لتثبيت نظام الكفيل كإجراء طبيعي يتم اعتماده في وجه العراقيين من سكان مدن شمال البلاد الراغبين في دخول مدن جنوب العراق. ومن بين المحافظات التي بدأت العمل بنظام الكفالة مؤخرا كانت محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق، بدأت بالتعامل مع الداخلين إليها من المحافظات المستعادة وفقا لنظام الكفيل، ومنعت دخول أي منهم مهما كان ظرفه إلا بكفالة أحد أبناء المحافظة وبأوراق ثبوتية وتعهد خطي. على أن نظام الكفالة يتصادم بوضوح ومواد القانون العراقي، ويظهر ذلك جليا في الدستور العراقي وتحديدا في المادة 44 والتي تمنح العراقي حرية التنقل والإقامة دون قيد أو شرط في مختلف مدن العراق. العراق الذي بقي صامدا وعصيا على التمزيق والتفتيت رغم الحروب والشحن الطائفي والإرهاب، يواجه اليوم تحد جديد متمثلا في نظام الكفيل، وتتخوف قوى عراقية عدة من الدفع باتجاه تعامل المحافظات الجنوبية كافة بنظام الكفالة وأن يكون أشبه بجدار الفصل العنصري الذي يمزق وحدة العراق. إذن مشاهدينا نتحدث عن نظام الكفيل في العراق كما استمعتم، وكما قال لنا المحامي قبل قليل هناك تعارض مع القانون العراقي وأيضا مع الدستور، هناك تخوف كبير جدا على تماسك المجتمع العراقي بشكل عام نتيجة ما يصفه البعض بحسب عباراتهم أنه نوع من الفصل بين أبناء الوطن الواحد، نوع من جدار ربما يفصل محافظات عن بعضها البعض نتيجة فرض شروط معينة على المواطنين للتنقل في البلد الواحد، وهو ما يثير مخاوف. ولكن أيضا هناك ما يقال إنه ظروف استثنائية أيضا تفرض نفسها في هذه المرحلة، وتخوف كبير ربما من أن يطل شبح تنظيم الدولة الإسلامية من جديد برأسه في بعض المحافظات في العراق. هذا على الأقل ما يقوله البعض. نظام الكفيل اعتمد في السابق عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، اعتمد في بغداد وفي بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها الحكومة العراقية، وذلك بعدما اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية بعض المناطق في العراق. إذا كان ذلك بعد عام 2003، من الحين والآخر بين الحين والآخر يفرض نظام الكفيل في البلاد، ونحن سنتابع الحديث عن هذا الموضوع ونتوجه من جديد إلى بغداد. ومن هناك معنا الشيخ درغام المالكي، شيخ عموم قبيلة بني مالك في البصرة. أهلا وسهلا بك سيد درغام، هل تستمع إلي؟
حياكم الله وأهلا وسهلا ومساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. شكرا بكم. شكرا. مساء الخير. ما موقفكم أنتم كقبائل في الجنوب من نظام الكفالة؟ كموقف بخصوص موضوع الكفالة، هي لم تكن كفالة في بعض المحافظات، وإنما كانت من باب السؤال والجواب، بمعنى إذا قدم أحد أبناء المحافظات لمحافظة أخرى لربما يطلب منه أن شخص يعرفه أو يكون على علم ودراية ومعرفة بالشخص الوافد إلى هذه المحافظة. هذا مما يجعل عدم الثقة بين أبناء الشعب الواحد، وأنه تحس نفسك أنت بعيد كل البعد عن بلدك أو أراضي بلدك أو زيارة أقاربك في المحافظات الأخرى أو زيارة أبناء عمومتك، ونحن شعب قبلي عشاري. هذا يولد بعض الانزعاج أو التذمر من أبناء الشعب الواحد. طيب هذا فقط لذلك بس بدي أسألك، كانت هناك حالات نعم سيد درغام، هذا فقط يطبق في محافظة ثقار إنما أو في عموم الجنوب؟ لا بالجنوب ما تنوجد هذه الحالة، ما عدا في محافظة ذيقار هي ليست نظام كفيل، وإنما نظام نقول مثلا نظام أمني أو نظام معرفة أو تعريف الشخص القادم للمحافظة، وهذا يعني لا يمنع. بس ولكن البعض في محافظات شمال العراق سيد درغام، يعني البعض يقول أنه الوافدين من الشمال إلى الجنوب يخضعون لإجراءات أمنية معينة، بالتالي لابد أن الإجراء أمني. طيب لماذا لا نعكس النظرية، الوافدين من الجنوب إلى الشمال لربما لا يدخلون إلى الشمال إلا بنظام الكفيل وكفالة وإقامة، وكأنما وافد من دولة أخرى الآن اللي يسافر إلى إقليم كردستان ويدخل إلى أربيل أو سليمانية أو تهوك يدخل بنظام الكفالة وكفيل و إقامة وبطاقة إقامة لثلاثة أيام أو لسبعة أيام أو لخمسة عشر يوم، كأنما أنه زائر دولة أخرى أو رايح إلى نظام دولة مختلف نظام الأقاليم. هذا الشعب العراقي ما متكيف أو متعود على هذه الحالة، وإنما يراها أنها نوع من العنصرية حقيقة. يعني نرى ذلك بأنه نوع من التعنصر ونوع من تقسيم البلاد إلى أجزاء وحسب الطائفة والمكان، شمال وجنوب ووسط وكرد وعرب. هذا يجرفنا إلى طريق إحنا بغنى عنه، ويأخذنا إلى أمور إحنا بغنى عنها، وأني أشوفها مبكرة لاندلاع حالة عنصرية طائفية. طيب بين وفي هذا الاتجاه الواحد. يعني هناك دعوات فأبناء الجنوب لم يعملوا بالمثل. نعم هناك يعني دعوات وجهت الحكومة بس اسمحي لي أبناء الجنوب نعم تفضل. أبناء الجنوب لم يعملوا بالمثل باقي المحافظات مثل واسط وميسان والبصرة والسماوة، إنما في ذيقار ولدواعي أمنية، وكون ذيقار تقع على الطريق الدولي ممكن اللي قادم للبصرة يمر بذيقار، واللي جاي من ميسان يمر بذيقار، وأيضا المسافر من البصرة إلى بغداد يمر بذيقار، بالإضافة إلى وافدين ذيقار ووجود بعض الأمور بها، يعني خلوا نظام هو ليس الكفيل، وإنما نظام السؤال والجواب، ويجب أن تكون معرف من أحد أبناء ذيقار إلا أن تفوت للمحافظة، وهذا لا يطبق 100% على الوافدين، إنما الذين يشكون به أو اللي عليه علامات استفهام أو شخصيته غريبة أو وضعيته غريبة يطبق عليه هذا القانون وليس على الكل. نعم. ولكن مع هذا وإحنا رافضين لهذه الحالة وما نقبل بها. دائما محافظات الجنوب هي بوابات مفتوحة إلى كل أبناء الشعب العراقي، ما نتمنى أنه نوصل إلى مرحلة سؤال أخونا، هو أخونا العراقي ما يحتاج نقول له تعرفنا. نعم. تعرف من أو منو قرائبك، هم اللي موجودين بالمحافظة كلهم أخوانا وأصدقاء. نعم. وأصدقاء. لذلك أنا أشوف أشكرك. هي فترة معينة في ذيقار وسوف تنتهي. نعم. هذه الحالة وصلت الفكرة، وأشكرك جزيل الشكر. إذن من بغداد الشيخ درغام المالكي شيخ عموم قبيلة بني مالك في البصرة، ونتوقف الآن مع فاصل ونتابع بعده. اليوبيل الفضي لمهرجان المسرح الأردني. مستشفيات إدلب مهددة بالإغلاق بسبب نقص الدعم.
جهاز كهربائي يمكن شابين مصابين بالشلل من السير مجددا.